لو كانت مكتملة الصفوف أو نادي دخل أم سلمة مباراة اليوم بصفوف مكتملة. كرة بمحاولة لا كلام، هذه الكرة وهذه المحاولة، وشلون 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 شلون صادع، شلون صادع. حلوة الكرة من بغداد بنجاح بعد فترة غياب يعود وينجح في اصطياد خليفة أبو بكر وينجح. أيضا من العوامل الجيدة جدا اللي ساهمت في اداء النصران فرصه من اجل تعزيز الهدف الان لنادي السدكر على مشارف منطقه الجزاء وتسديد. الله 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 على طريق خلال هذه المحاوله، هذه الكره وصلت في الجهه اليسرى عن طريق يوسف لان يدخل الى منطقه الجزاء ثم هي كره وبالقدم اليسرى متفرجا خليفة أبو بكر على كرة كازورلا وهي تعانق الشباك.